هناك محاولات لدفع البلاد إلى هوية التدهور. نهار الخميس كونوا صباح في مراكزكم. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي عناوين النشرة: عدم التوافق على سلسلة متوازنة يطيح بالجلسة النيابية، وبري يبقي الجلسات التشريعية مفتوحة. البيان الختامي لأعمال السينودوس في بكركي يؤكد أن شغور موقع الرئاسة يشكل خطرا على وحدة لبنان وأمنه. كر وفر في بيجي وتلعفر شمال العراق، والفيصل ينصح المالكي بأن لا يعادي السعودية. في النشرة تتابعون أيضا في الاقتصاد: زياد سلامي يدعو الحكومة إلى تخصيص بورصة بيروت. وفي الرياضة: إسبانيا خارج المونديال في أولى المفاجآت الكبرى. أهلا بكم. عنوانان رئاسي وتشريعي طبعا اليوم. في العنوان الأول: برز موقف مجمع أساقفة الكنيسة المارونية الذي دعا إلى الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية للخروج من محنة الفراغ الرهيب. وفي العنوان الثاني: كان مصير جلسة سلسلة الرتب والرواتب كسابقاتها في ظل غياب التوافق السياسي على أرقامها وسبل تمويلها. وقد طارت الجلسة بسبب غياب النصاب، فيما أعلن رئيس المجلس نبيه بري إبقاء الجلسات مفتوحة تمهيدا للتوافق. على غرار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كان عنوان جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب: لا جلسة ولا نصاب، على الرغم من الاجتماعات التي حصلت في مجلس النواب يوم الأربعاء والتي تواصلت الخميس، حيث سجل اجتماع بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، واجتماع بين بري والوزراء علي حسن خليل والياس بوصعب وغازي زعيتر والنائبين بهية الحريري وابراهيم كنعان. لكن النتيجة كانت إعلان الرئيس بري إبقاء جلسات المجلس التشريعية مفتوحة تمهيدا للتوافق على موضوع السلسلة وفسح المجال أمام الاتصالات. بري اجتمع أيضا مع نواب كتلته، وخرج النائب هاني قبيسي ليقول بعد أن جرى الاتفاق على واردات تعادل بدقة النفقات بل تفيض عنها: يعني ذلك الإصرار على تعطيل الجلسة. الخضوع لهرطقة عدم جواز التشريع إذا استقال رئيس الحكومة أو إذا شغر مركز رئاسة الجمهورية، وهذا موقف دل على شيء يدل على الإصرار على تعطيل مؤسسات الدولة والأخذ بالبلد إلى مكان مجهول. النواب أحمد فتفت وجمال الجراح وفادي كرم أكدوا في مؤتمر صحفي الالتزام بسلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن التوازن الحقيقي، معتبرين أن ما يحصل مزايدات سياسية بعيدة عن الأرقام الحقيقية. النائب الجراح فصل موضوع الواردات بالأرقام وعرض لحقيقة ما جرى في اجتماعات المجلس، لا سيما حول موضوع زيادة 1% على التيفئة. لا 1% تيفئة، لأنه التيفئة هي الضريبة العادلة الوحيدة التي يمكن أن تستعمل والتي تطال الجميع. طبعا هذا الشيء نقشناه بكل إيجابية، وصلنا لموضوع التيفئة، كان الجواب أنه روحوا أنتوا قروها لحالكم. كيف يا أخي ما نقرها لحالنا حبيبي؟ ليش ما الست درجات من قرها سوا والتيفئة من قرها لحالنا؟ أنه هيدي مش شعبية وإلى تأثيرات سلبية، كذا احملوها لحالكم. بعتبر انه خطوة الرئيس بري اليوم باعتبار الجلسات مفتوحة هي خطوة ايجابية، توحي بشكل اكيد انه في مساعي حساسة وانه المساعي جدية لحتى نقدر نوصل لاتفاق يؤمن التوازن المالي بدون السلسلة. بالامس كان في بعض المواقف السياسية اوحت وكأنه هناك اتفاق وكأنه هناك توازن حصل، للأسف هذا غير دقيق. نحن ملتزمين التزام كامل بسلسلة رتب ورواتب جديدة، ونعتبر أن هي ضرورة اجتماعية وضرورة وطنية وربما قد تكون ضرورة مالية. كتير أساسي أنه ما نروح على سلسلة مزايدات، لأنه سلسلة المزايدات لح تضرب السلسلة، لح تضرب الحقوق، لح تضرب ميزانية الدولة، ولح تضرب السلم الأهلي. الوزير بوصعب أكد للمستقبل أن هناك اتصالات ومشاورات ستجري خلال اليومين المقبلين من أجل تدوير الزوايا بشأن السلسلة.
لا رئاسة ولا سلسلة وعمل تشريعي محكوم بالتوافق السياسي، هذا هو حال المؤسسات الدستورية في لبنان بانتظار اللحظة المؤاتية أو معجزة ما قد تأتي لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. من مجلس النواب، شهير دريس، تلفزيون مستقبل. في المقابل، أعلنت هيئة التنسيق النقابية أنها ستستمر بالإضراب المفتوح وفي مقاطعة أسس التصحيح، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لتقرير خطوات تصعيدية أخرى. تزامنا مع انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لبت ملف سلسلة الرتب والرواتب، سلم وفد من هيئة التنسيق النقابية الأمين العام لمجلس النواب مذكرة تؤكد التمسك بالحقوق. وهدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ باستمرار الإضراب المفتوح في الإدارات العامة ما لم يتم إقرار سلسلة. نحن بدنا سلسلة نمشي بالشارع والناس ما تطلع فينا وتسب علينا، بدنا سلسلة من مكان من الفساد والهدر، ونحن أشرنا عليهم. يعني نحن نستغرب، هاي الجملة الأساسية بدي أقول لكم إياها، نستغرب أنه كيف هالطبقة السياسية عم ندلهم وين المصاري موجودة على المرفأ والدوائر العقارية وبالمطار والريوع العقارية، عم يحكوا كل شيء إلا هذا الموضوع ما عم يجيب سيرته. لاحقا، عقدت هيئة التنسيق اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أعلنت بعده عن خطوات تصعيدية. مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح بدهم يستمروا، منأكد عليهم من الآن، لكن فوق هالخطوات هذه الهيئات ستناقش خطوات عملية تصعيدية بدها تعلن عنها بعد ما تقر الهيئات وبكرة. يا أهلنا، يا طلابنا، يا أعزائنا، مسؤوليتكم مسؤوليتنا جميعا عند الذين يعطلون التشريع ويمتنعون عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فلنتوجه جميعا من أجل الضغط عليهم لحتى نرجع نسير أمور البلد. هذه دين لقلنا عليكم عمره 18 سنة، شرفوا ردولنا إياه، قيمته 121%، مثل ما أعطيته لغيرنا بكل تعطونا إياه، وشكرا. وقد شددت الهيئة على استمرار موقفها الرافض لتكريس مبدأ التعاقد الوظيفي، وأكدت أنها ستمنع هذه السياسات أيا كان ثمن. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن من يعيق إقرار سلسلة الرتب والرواتب هم أصحاب القرار السيادي من قوى 14 من أذار، ودعا قاسم لإنجاز السلسلة كي لا يبقى البلد معلقا وكي لا يصبح التلامذة ضحية سواء في التصحيح أو في مسارات أخرى، وقال إن التعطيل حاصل في اجتماعات مجلس النواب وفي الحلول السياسية في البلد وفي انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا أمر لا ينفع أحدا. رأت الكنيسة المارونية أن إحجام النواب عن الدخول إلى المجلس لانتخاب رئيس موقف غير مقبول ويعرض الوطن لشتى الأخطار، خصوصا في وسط تقلبات إقليمية متصاعدة. الكنيسة وفي ختام مجمع أساقفتها أعلنت تأييد مواقف البطريرك الماروني الذي لا يوفر أي جهد من أجل أن يقوم النواب بواجباتهم ويسارعوا إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأنه ما زال يذكرهم في كل مناسبة بأن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو عمل مخالف للدستور ومناقض للميثاق الوطني، كما أنه يشكل خطرا على وحدة البلاد وعلى أمنها وعلى اقتصادها. الأساقفة الموارنة الذين اطلعوا من البطريرك على مجريات زيارته للأراضي المقدسة، إذ أعاد بارقة الأمل في حل قضية اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل، رأوا أنه يجب أن تكون روح المصالحة بين أبناء الوطن الواحد وإرادة طي صفحة الحرب في كل مكان من لبنان، أسوة بما حصل في الجبل، ويجب أن تكون هي الملهمة الأولى لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء هذه القضية. اعتبر رئيس الحكومة تمام سلام أن الحكومة تؤدي واجباتها كاملة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك تطبيقا للدستور وانطلاقا من روحية التوافق الوطني. سلام، وخلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي في فندق فينيسيا، دعا القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة والإسراع في إنجاز هذا الواجب الوطني. أيها الحضور الكريم، يعيش لبنان منذ أسابيع شعورا في موقع الرئاسة الأولى بسبب عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إنني أؤكد مرة أخرى رغبتنا وحرصنا
وسعينا الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لإعادة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي والمتكامل. وأني أدعو جميع القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة العليا على ما عداها وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني. إن حكومتنا وفي انتظار انتخاب رئيس للبلاد ستؤدي واجباتها كاملة بكل أمانة انطلاقا مما نص عليه الدستور وبروحية التوافق الوطني الذي هو غايتنا الدائمة. النائب وليد جنبلاط قال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون مرشحان وليدعمهما من يشاء، مؤكدا إصراره على ترشيح النائب أنري حلو، وأنه لن يسحب ترشحه لصالح آخرين أيا كانت المعادلات والتوافقات. ورفض جنبلاط في تصريح لصحيفة الأهرام المصرية مقولة إن الطريق إلى قصر بعبدة لابد أن يمر عبر المختارة، معتبرا أن من الأفضل أن ننتخب رئيسا حتى لا ندخل في حلقة الشغور في مركز الرئاسة. علق وزير التربية إلياس بوصعب على ما أثره كلام النائب ميشيل عون الأخير الذي ربط فيه بين تأمين حماية الرئيس سعد الحريري بانتخابه رئيسا، وقال بوصعب إن الأمن السياسي الذي تحدث عنه عون هو الذي يؤمن الاستقرار، وإن البعض فهمه بطريقة مغلوطة. بعض السياسيين يمكن أساءوا فهمه، والبعض الآخر يمكن هو عنده نية أنه يبني على شيء لغايات أخرى، ولكن بتمنى أنه الموضوع يكون واضح، لأنه اللي قاله الجنرال منه خطأ لحتى واحد يجي يبرره. اللي قاله الجنرال أمر كتير واضح، برجع بكرر، حكي وسمى كلمة الأمن السياسي. هيدي الحكومة الحالية تأمن لها أمن سياسي، تأمن لها تفاهم مع الأفرقاء، وهيدا أدى للاستقرار اللي نحن موجودين فيه. من نفس الروحية عم يحكي الجنرال عن استقرار للمرحلة القادمة واللي هي بتأمن أمن سياسي. استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى التصريح التمهيدي لفريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي، كما عرض الادعاء لأربع شهادات خطية على أن تستأنف الجلسات الثلاثاء المقبل. في تصريحه التمهيدي أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أبدى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي تحفظه حول صحة سير الإجراءات بعد ضم ملفه إلى قضية عياش وآخرين. وإذ أعلن تحمل أمانة مواصلة تمثيل المتهم مرعي، أبدى رئيس فريق الدفاع عنه محمد العويني ملاحظاته حول الوقت الذي أعطي لفريقه للقيام بالتحقيقات والتدقيق في السجلات والأدلة. إن حق السيد مرعي في محاكمة عادلة ومنصفة وعلى قدم المساواة مع بقية أطراف القضية حق يكرسه النظام الأساسي للمحكمة، فإنه على غرفة الدرجة الأولى أن تتحمل مسؤوليتها لاتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح وحقوق السيد مرعي. إلى ذلك استمعت الغرفة إلى ملخص عن أربع شهادات خطية تلاها ألكسندر ميلن من مكتب المدعي العام. الشهادة الأولى لبلال يموت موظف HSBC شرح فيها عن عمل كاميرات المراقبة وعن تسليم الأشرطة للأجهزة الأمنية اللبنانية. كما تلا ميلن شهادتين لموظفين في مؤسسات تقع في محيط مسرح الجريمة رويا عن الانفجار وما شعرا به لحظة وقوعه أو شاهده. أما الشهادة الأخيرة فلرتيب من قبل الأمن الداخلي، وتخلل شهادته عرض لصور من قطع وأشلاء في مسرح الجريمة، وقطع تم انتشالها من مياه البحر قبالة مسرح الجريمة. إشارة إلى أن القاضي ديفيد راي حث على التواصل بين مكتب المدعي العام وفرق الدفاع بشأن تسلسل مثول الشهود. استنكر اللقاء الوطني الإسلامي الذي انعقد في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس ممارسات الاستبداد والإقصاء والفساد التي اعتمدها رئيس حكومة طهران في بغداد نوري المالكي، معتبرا أن ثورة العراق هي ثورة شعب مظلوم ضد الظالم. ودعا اللقاء الثوار إلى رفض التقاتل السني الشيعي وإلى التمسك بحقوقهم، وحثهم على المحافظة على وحدة رؤيتهم وتماسك صفهم والتمسك بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف
حفاظا على مسيرة هذه الثورة المباركة التي أعادت النور إلى قلوب كانت ظلمات الفرس أو كادت ظلمات الفرس أن تغزوها. في النشرة بعد الفاصل، ثوار حماة يحررون قرية السعن الاستراتيجية وسط قصف صاروخي عنيف على ريف دمشق. أهلا بكم مجددا. أعلنت القوات العراقية قبل قليل أنها استعادت السيطرة على مصفاة بيجي النفطية بعدما قال تنظيم داعش إنه فرض سيطرته عليها وعلى جزء كبير من مطار تل عفر، وسط أنباء عن إحكام التنظيم قبضته على مدينة تل عفر بالكامل. دوامة العنف التي تعصف بالعراق تتوسع مع استمرار المواجهات الدموية بين تنظيم داعش ومسلحي العشائر من جهة والحكومة من جهة ثانية. وضمن التطورات الميدانية التي يشهدها العراق، فقد تمكن تنظيم داعش من إحكام قبضته على محافظة نينوى، كما سيطر على مصفات بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين والتي تعد من أكبر مصافي تكرير النفط في العراق، ما دفع بالحكومة إلى إخلاء 350 عاملا منها. وفي محافظة الأنبار سجل مقتل وإصابة عدد من الجنود بهجوم لعناصر مسلحة استهدف مقر للجيش في منطقة جزيرة البوذياب شمال الرمادي. كذلك تستمر المعارك لليوم الثالث على التوالي في قضاء تل عفر الاستراتيجي، لا سيما قرب مطار المحافظة، حيث تلقت القوات العراقية تعزيزات جديدة لمواصلة القتال وسط أنباء عن سقوط تل عفر بالكامل بأيدي داعش. وفي ظل دعوة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي رسميا الولايات المتحدة إلى دعم بغداد عسكريا وتوجيه ضربات جوية ضد المسلحين، كشف السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ زعماء الكونغرس أنه لا يحتاج إلى موافقة المشرعين الأمريكيين على أي فعل يتخذه في العراق ولو كان أمنيا. اتهم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بتأجيج الطائفية في بلاد الرافدين، موجها إليه نصيحة بأن لا يعارض السعودية وأن يتبع سياستها في مكافحة الإرهاب. في ختام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اعتبر وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل أن اتهام رئيس الحكومة العراقية نور المالكي للسعودية برعاية الإرهاب مدعاة للسخرية، مشيرا إلى أن على المالكي أن يتبع سياسة السعودية للقضاء على الإرهاب في بلاده. نصيحة للمسؤول العراقي للقضاء على الإرهاب في بلاده هو أن يتبع السياسة التي تتبعها المملكة، ولا أن يتهمها بأنها مع الإرهاب. الإرهاب هو في مكانه الذي ينجح فيه. وأكد وزير الخارجية السعودية أن رئيس وزراء العراق المنتهي ولايته نور المالكي هو من قام بتأجيج الطائفية في العراق، مضيفا نصيحتي له ألا يعارض السعودية. وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي شدد الفيصل على أن سياسات المالكي الطائفية هي سبب تدهور الوضع في العراق، إذ تعاملت حكومته بشكل سيء مع بعض المناطق، واحتفاظ المالكي بكافة المناصب قوض قدرة الجيش العراقي. وحول الوضع في سوريا، أوضح الأمير سعود الفيصل أن المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل للأزمة في سوريا. وفي الشأن المصري قال وزير الخارجية السعودية أن ضمان أمن واستقرار مصر هو إحدى الركائز العربية، والمملكة ترفض التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو العرق، لافتا إلى أن السعودية تدين الإرهاب بكل صوره وتؤكد على محاربته. وأشار الفيصل إلى أن هناك تدخلات خارجية تستغل ضعف بعض الدول العربية ويجب التصدي لها، مضيفا أنه لا بد من محاربة السياسات الطائفية التي أدت إلى الفتن في بعض الدول، مؤكدا على إدانة المملكة لما تتعرض إليه الأقليات المسلمة في عدة دول في العالم. للمزيد عن الوضع العراقي خصوصا ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن مدير مؤسسة أنيجما للدراسات العسكرية رياض قهوجي. أستاذ قهوجي أهلا بك. يا أهلا بك. يعني الحقيقة إذا بدنا نتحدث بشكل موضوعي، كر وفر فيما يتعلق بالعراق، كيف تنظرون إلى ما يجري في العراق؟ وما رأيكم باتهام المالكي للسعودية بأنها ترعى الإرهاب في العراق؟ يعني الوضع اليوم في العراق
تشوبه بعض يعني الضبابية من ناحية الأدوار التي تقوم بها هذه الفئات الأرض. اليوم هناك خطاب مختلف في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة والغرب. في الغرب المتحدة هناك الصورة كانت بدأت الصورة لأنها مواجهة بين ما يعرف بداعش والقوات الحكومية العراقية. اليوم هناك تغيير، هناك إدراك أكثر أن المواجهة هي أكبر من ذلك، هي بين عشائر، فئة من الشعب العراقي، والحكومة العراقية مدعومة بميليشيات شيعية، ميليشيات إيرانية وغيرها. وهذا ما أدى إلى قرار الأمريكي بالتريث بأي تدخل عسكري وتوجه نحو يعني حلول تكون ذات بعد سياسي قبل أن يدخل إليها البعد الأمني. طب هل من الممكن أن يتم إقصاء المالكي بدعوة أمريكية أستاذ رياض؟ ما بعرف إذا كنت عم تسمعني بهالضجة أستاذ رياض قهوجي. عفوا أطفش شوي. السؤال يعني هل من الممكن أن يعني يعني تقوم أمريكا بالضغط على المالكي لكي يستقيل والإتيان بحكومة وحدة وطنية عراقية؟ طيب نعتذر من رياض قهوجي ونعتذر من المشاهدين لسوء الاتصال بواشنطن. سيطر الجيش الحر بشكل كامل اليوم على قرية السعن الاستراتيجية في ريف حماة، فيما واصل الطيران الحربي استهداف حلب وريف دمشق، مما رفع حصيلة قتل اليوم إلى أكثر من 40. بعد معارك شرسة خاضها ضد كتائب الأسد، سيطر الجيش الحر على قرية السعن في ريف حماة، وتعتبر القرية من أهم النقاط الاستراتيجية على الأوتوستراد الدولي بين سلمي والرقة. وبهذا التقدم يكون الجيش الحر قطع أهم طرق إمداد النظام عن حلب وأوقف عمليات الشبيحة عن ريفي حمص الشرقي والشمالي. أما في حمص فواصلت كتائب الأسد قصفها أحياء الوعر والغنت والرستن، وتواصلت المواجهات في قرية إمشرشوح. صرخة هذه الأم المفجوعة جاءت من صقبة في ريف دمشق بعدما تساقطت القذائف على الأحياء بشكل عشوائي، فيما تعرضت بلدات حوش عرب وعسال الورد وجرود رانكوس في القلمون إلى قصف مدفعي، وتصدى الثوار لمحاولات كتائب الأسد ومسلحي حزب الله التقدم نحو الأحياء، فيما شن الطيران الحربي غارات استهدفت المليحة وعدرة والزبداني ودارية في ريف دمشق. حسبنا الله ونعم الوكيل. وتيرة القصف على درعا وريفها عنفت بعد سلسلة غارات بالبرابين المتفجرة طورت الأحياء المحررة، ونفذ الجيش الحر كمينا للشبيحة في محيط فرع الاستخبارات الجوية. المشهد مشابه في دير الزور، قصف عشوائي وسط استمرار المواجهات بين الثوار من جهة وتنظيم داعش وكتائب النظام من جهة ثانية. الله. وبعد يوم دام في حلب وريفها جددت المروحيات غاراتها بالبراميل المتفجرة على الأحياء المحررة، ودارت مواجهات في قرية الشيخ نجار والبريج، فيما استهدف الثوار بمدفع جهنم مقرات الشبيحة في بلدتي النبل والزهراء. وعلى وقع القصف المدفعي على إدلب أغار الطيران الحربي على كرة الريف. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية بحثا عن 3 مستوطنين إسرائيليين اختفوا مساء الخميس الماضي قرب مدينة الخليل. في هذا الإطار اعتقل جنود الاحتلال 35 عنصرا من حماس في الضفة، كما اقتحموا فجرا جامعة بيرزيت حيث نفذوا حملة تفتيش واسعة واعتقلوا طالبين من الكتلة الإسلامية وهي الذراع الطلابي لحماس. لا تزال جريمة قتل الطالبة السعودية في بريطانيا محط اهتمام الصحف العربية والعالمية، فيما تتركز تحقيقات على فرضية أن تكون قد قتلت بدافع العنصرية ضد الإسلام.
توجهت إلى عاصمة الضباب بحثا عن أرفع الشهادات، فأصبحت ضحية للعنصرية ضد الإسلام. إنها الطالبة السعودية ناهد ناصر المانع الزيد، ابنة 28 عاما التي لقيت مصرعها يوم الثلاثاء إثر تعرضها لطعنات عدة في الجسد والرأس أثناء ذهابها إلى معهد اللغة الإنجليزية في جامعة إسكس بمدينة كولشستر البريطانية، فيما قبض على مشتبه به في 52 من عمره. هذه الجريمة المروعة التي هزت بريطانيا ومعها العالم لا تزال ملابساتها تتكشف تباعا، حيث تتركز التحقيقات على فرضية أن تكون حصلت بسبب ارتداء الفتاة الحجاب والزي الإسلامي التقليدي، خصوصا أنها لم تتعرض للسرقة بدليل أن كل مقتنياتها بقيت معها بعد الحادثة. ناهد التي تتحدر من منطقة الجوف ذكرت بعض المصادر أنها ابنة ابن عم وزير سعودي سابق، وهي قدمت إلى بريطانيا لإكمال درجة الدكتوراه كمبتعثة على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي. تربع الأمير فيليبي على عرش إسبانيا بعدما أدى اليمين خلفا لأبيه الملك خوان كارلوس الذي وقع قانونا للتنازل عن العرش منهيا عهدا استمر نحو 39 عاما. وبعد تسلمه العرش رسميا خلال احتفال تنصيبه في البرلمان الإسباني، باتت ابنة الملك فيليبي ليونور وهي في 8 من عمرها ولية العهد الجديدة. النشرة بعد الفاصل. توقف العمل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. عدم توافق على سلسلة متوازنة يطيح بالجلسة النيابية، وبر يبقي الجلسات التشريعية مفتوحة. البيان الختامي لأعمال السينودوس في بكركي يؤكد أن شغور موقع الرئاسة يشكل خطرا على وحدة لبنان وأمنه. كر وفر في بيجي وتلعفر شمال العراق، والفيصل ينصح المالكي بأن لا يعادي السعودية. أعلنت لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي التوقف العام عن العمل احتجاجا على عدم إقرار أي من الوعود التي قطعت لهم. أعلنت لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن تصعيد تحركاتها الاحتجاجية من خلال إعلان التوقف العام عن العمل وإقفال مدخل الطوارئ والبوابات الرئيسية والتوقف عن استقبال المرضى بدءا من ظهر الخميس بعد الغياب التام لأي حلول تلوح في الأفق، مع التشديد على حفظ سلامة المرضى الموجودين داخل المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة لهم إلى حين شفائهم التام. يذكر أن العجز المتراكم في المستشفى وصل إلى نحو 130 مليار ليرة في وقت تعول فيه المستشفى على مساهمة 20 مليار ليرة التي كان وزير الصحة وائل أبو فعور قد أعلن عنها قبل أيام، حيث سيخصص قسم منها لرواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة وجزء آخر لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ودفع جزء من المستحقات للأطباء، إلا أن أي حلول لم تبصر النور بعد. أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني عن ورشة عمل ستعقدها اللجنة في الأسبوع المقبل تحت عنوان إنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء بمشاركة البنك الدولي. إن الطاولة المستديرة التي تشكل جانبا هاما من هذا الحدث هي من أجل نقاش علمي بين المشاركين في ورشة العمل مع سواهم من الخبراء في محاولة لوضع تصور لأسس معالجة هذه المشكلة المستفحلة، وبالتالي محاولة إنقاذ الخزينة من العجز المتمادي بسبب قطاع الكهرباء، كما إنقاذ قطاع الكهرباء نفسه من خلال التوصل إلى مقترحات وتوصيات عملية يشارك فيها الجميع. عاد التيار الكهربائي إلى الوسط التجاري في مدينة بعلبك ظهر اليوم إثر اعتصام نفذه الأهالي وشارك فيه أعضاء البلدية احتجاجا على الانقطاع المتواصل للتيار. في المقابل أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن مسلحين دخلوا عنوة إلى محطة بعلبك الرئيسية وهددوا المناوبين طالبين منهم إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المخارج، مما اضطر المناوبين إلى إخلاء الشركة حفاظا على سلامتهم، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي كليا عن بعلبك والقرى المحيطة. أضافت أنه بعد تدخلات من قبل فعاليات المنطقة عاد المناوبون إلى عملهم وعاد التيار بالتالي إلى المدينة.
في صيدا تم توزيع بدلات إيجار منازل على نحو 100 عائلة سورية نازحة. في إطار حملتها المستمرة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان ومع قدوم شهر رمضان المبارك، تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بالتعاون مع منسقية تيار المستقبل في الجنوب توزيع مساعداتها تخفيفا من معاناتهم عبر توزيع بدلات إيجار على نحو 100 عائلة سورية نازحة من الأيتام والأرامل والأشد فقرا في صيدا. يعني هي محطتنا السادسة في صيدا، المستفيدين 100 عائلة سورية من النازحين إلى لبنان. طبعا قيمة الشيكات حوالي 63,000 دولار. حابب أنوه عليه أنه تم الحمد لله بالأمس استقبال 150 طن من التمور، وودعت طبعا عندنا على المستودعات، وإن شاء الله من الغد راح يتم البداية في توزيعها. الأخوة السعوديين كانوا السباقين في إيجاد لقمة العيش والمساعدة في لقمة العيش للأخوة النازحين السوريين، وهلأ المكرمة نشكر خادم الحرمين الشريفين اللي عم بينظر وعم بيساعد إشفاء أو بتطبيب بعض الجراح اللي عم يتعذبوا فيها الأخوة النازحين. وتراوحت قيمة الشيك المصرفي بين 600 و900 دولار أمريكي كبدل إيجار على 3 أشهر لكل عائلة. برعاية الرئيس سعد الحريري وكي تبقى بيروت عاصمة الثقافة والفنون العربية، افتتح جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية معرض أفكارت في الزيتونة باي. برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بالنائب محمد قباني، افتتحت جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية معرضها السنوي أفكار للصناعات الحرفية في الزيتونة باي بمشاركة أكثر من 70 حرفيا وحرفية. بدون شك هذه المناسبات تؤكد أن بيروت عاصمة الثقافة والفنون العربية، ما زالت كذلك رغم صعوبات، وبيروت دائما تفاجئ نفسها وتفاجئ الآخرين بكل جديد كما نشاهد اليوم. ويهدف المعرض منذ انطلاقته مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى تشجيع الحرفيين على عرض ما ينتجون من إبداع وأفكار. الغاية الأساسية أول شيء استنهاض الحركة الثقافية في مدينة بيروت، اثنين تعزيز الشراكة بين جمعية بيروت والمجتمع المدني، ثلاثة نقدر نخلق مساحة للحرفيين يطلوا على الجمهور ويقدروا يبيعوا البضاعة والإنتاج اللي هن عاملينه للجمهور. ويفتح المعرض أبوابه يوميا بين 6 و11 مساء على أن يستمر حتى الأحد المقبل. منطقة عكار تستعد لموسم سياحي مميز من خلال مهرجانات القبيات السياحية. في إطار التحضير لمهرجانات الصيف، نظمت لجنة مهرجانات القبيات السياحية لقاء في قاعة الأرجوان في القنطرة بحضور النائب هادي حبيش ومحافظ عكار عماد لبكي، إضافة إلى منسقي تيار المستقبل وحشد من رؤساء البلديات والشخصيات. طبعا هذه المهرجانات اسمها مهرجانات القبيات السياحية، ولكن هي مهرجانات عكار السياحية. عكار بتصور دفعت ثمن كتير كبير بكل الأزمات السياسية والأمنية اللي مرق فيها لبنان. كل ما دق الكوز بالجرة عكار بتدفع ثمن، فمن حقها كذلك الأمر عكار أنه نرفع عنا هذه الصورة، صورة الحزن، ونخلي الناس كمان تعيش كم يوم فرح وسياحة وفن. نحن ما نكون كلنا سوا إيد وحدة، والاتكال مش بس علي، الاتكال عليكم كمان، تبقوا تنقلوا لنا وجهات نظركم وكل مشاكلكم، تنقدر نحن من قبلنا نوجهها للمسؤولين تهن يساعدونا. المهرجان الذي سيماثل في مستواه إن شاء الله مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وغيرها. وفي الختام كان عرض لبرنامج المهرجان، حيث ستقام حفلات غنائية يحييها عدد من الفنانين أبرزهم نجوى كرم وهيفا وهبة وعاصي الحلاني، إضافة إلى معارض حرفية وصناعية وزيارات لمواقع أثرية وبيئية هامة. توفي رئيس بلدية زغرتة توفيق البير معوض نتيجة تعرضه لحادث سير مروع فجر اليوم على أوتوستراد الكارنتينا،
ووقع الحادث بين سيارة جيب من نوع أودي التي كان يقودها معوض وبين شاحنة كبيرة كانت مركونة إلى جانب الطريق. بالنشرة بعد الفاصل. دعوات إلى تحديث قوانين الاستثمار في لبنان لجذب المستثمرين العرب والأجانب. الآن الاقتصاد مع باسل الخطيب. أهلا باسل. أهلا منير. تفضل. شكرا. أهلا بكم. استضافت بيروت منتدى الاقتصاد العربي الذي تميز بعودة رجال أعمال من الخليج للمشاركة في المؤتمرات اللبنانية، وحاكم مصرف لبنان يدعو إلى تخصيص البورصة. تقرير والتفاصيل. خلال مشاركته في جلسة افتتاح منتدى الاقتصاد العربي في بيروت، رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد اللبناني، أهمها تخفيض مديونية القطاع الخاص. وقد بلغت مديونية هذا القطاع ما يساوي 100% من الناتج المحلي وربما ما يتعداه. ندعو الحكومة إلى المبادرة إلى تخصيص بورصة بيروت. وشدد سلامي على تطوير الأسواق المالية داعيا الحكومة إلى المبادرة في تخصيص بورصة بيروت. من جهته رئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل قال إن اللبناني مميز لكن لديه أسوأ قوانين استثمار. اللبناني مميز كشخص وبنيته نص العالم برا وبنيته بلدكم، لكن القوانين اللبنانية بكل جرأة أقول إنها يعني في دول في أواسط أفريقيا قوانينها أحسن منكم. أما السفير السعودي علي عوض عسيري فأكد عودة السياح السعوديين إلى لبنان. ما نراه اليوم من تجمع عربي اقتصادي يبعث رسالة إيجابية لكل محب للبنان، وبالتالي أيضا ما أورده دولة رئيس الوزراء تمام سلام في خطابه. نتمنى أن تستمر هذه الأوضاع ونتمنى أن نرى تفاعل أكثر في الجانب الاقتصادي. وتميز المنتدى الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بعودة رجال الأعمال الخليجيين للمشاركة بسياحة المؤتمرات في لبنان خصوصا السعودية والكويت. إلى ذلك جالت كاميرا المستقبل على الحضور في المعرض المصاحب لمنتدى الاقتصاد العربي وكانت لبعضهم هذه الكلمات. أعتقد أن الجو الآن مهيأ جدا لإقامة استثمارات كبيرة في لبنان، وأعتقد أنه في توجه كبير لذلك. ماذا عن شركتكم الخاصة؟ شركتنا الخاصة الآن عندها عدة توجهات لإقامة استثمارات كبيرة في لبنان، والآن في نيجوشيشن في هذا الموضوع في عدة اتجاهات. أشغل رئيس المجلس النقل العربي في المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدول العربية، وأعتقد أنه السياحة في إقبال كبير على لبنان. لاحظنا أنه الآن الرحلات كلها القادمة من المملكة العربية السعودية مليئة بالسياح، وأعتقد أنه في قدوم سياحي كبير على لبنان في الفترة القادمة إن شاء الله. مما لا شك فيه أن كما كنا ننادي دائما أي توافق سياسي يؤدي إلى استقرار أمني سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، ونشهد طبعا هناك خطوات ملموسة يجب أن تستمر هذه الحكومة باتخاذها، ولا شك أن هناك يعني بعض الخطوات التي تم اتخاذها عبر زيارة دولة رئيس تمام سلام إلى المملكة والتي انعكست إيجابا، وأول نتائج هذه الزيارة رفع الحظر عن زيارة رجال أعمال السعوديين. لبنان لازم يرجع إلى مكانه بالاقتصاد العربي. لبنان كان دائما هو السباق بكل هالأشياء، والمشاكل اللي عم بتصير بالمنطقة ما لازم تخلينا كمان نغض النظر عن المشاكل الاقتصادية اللي اليوم كمان في عبء كبير على الاقتصاد اللبناني. احنا كمجموعة فرنسواب دائما عم نتوسع، عم نضل سباقين بكل الأشياء. كمان آخر فترة استحوذنا على مصرف أردني هون في لبنان، دائما عم نطلع نتوسع أكثر. شركة مباشرة هي شركة استثمارية فاينانشال سيرفيسز سعودية بيست إن دبي، وحاليا عم نغطي 36 سوق بالعالم من ضمنها امريكا، كندا، يوروب، عرب كونتريز، دول الخليج، ونحن بيست ان دبي. طبعا بنغطي الاسواق الماليه بدبي وابو ظبي. بورصة بيروت تراجع سوليدار آ 0.44 إلى 13.53 وتحسن سوليدار بي 1.26 إلى 13.66. سهم بنك عودة شهد انخفاضا ملحوظا مسجلا تراجع 10 نقاط إلى 6.56، واستقر عودة تفضيلي فئة F و G عند $100 وبيبلوس تفضيلي فئة 2008 عند $2.
دعا رئيس جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك المبردة والمجلدة سميح المصري في بيان إلى تفعيل الإجراءات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وبعده من أجل مواجهة محاولة التلاعب بأسعار الفروج وحاجات المواطن الضرورية. وتمنى المصري على وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك التشدد مع المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، وأكد أن الجمعية بصدد إعداد دراسة شاملة تتناول أسعار الفروج وكلفة استيراده لوضعها بتصرف المعنيين. طرحت شركة أمازون هاتفها الذكي الخاص بها للمرة الأولى في محاولة منها لفرض نفسها كمنافس قوي إلى جانب كل من أبل وسامسونج. الهاتف الذي يحمل اسم فايرفون يتميز بشاشة 4.7 بوصة وأربع كاميرات وخصائص تجعل العرض على الجهاز أقرب للتقنية ثلاثية الأبعاد، وسيكون الهاتف متاحا في السوق في 25 من تموز يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية حصريا وبسعر 199 دولار أمريكي. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. وفي الرياضة بعد الفاصل، هولندا تنجو من تعادل أمام أستراليا وتتأهل إلى الدور الثاني. والآن الصفحة الرياضية مع عباس حسن. أهلا عباس. مرحبا. مين بعد إسبانيا برات المونديال برأيك هيك على السريع؟ أستراليا، كاميرون، برازيل إن شاء الله يعني. راح ينبسطوا منك كتير. أنا بنبسط. راح يضلوا الألمان بس من الدور الأول. أنا وياك 100%. تفضل. إذن جرد منتخب تشيلي بطل العالم الإسباني من لقبه وأخرجه من الدور الأول بعد ما فاز عليه بهدفين نظيفين على ملعب ماراكانا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليخرج الماتادور من الدور الأول في أولى المفاجآت البطولة وأغربها وأكبرها حتى. هدف تشيلي الأول سجله فارغاس بدقيقة 20 وضعف النتيجة أنجيور في دقيقة 43 من المباراة ليصبح رصيد تشيلي 6 نقاط ويضمن التأهل إلى الدور الثاني بصحبة هولندا، فيما تذيلت إسبانيا جدول الترتيب وخرجت بصحبة أستراليا من البطولة. خافي مارتينيز بدلا من بيكي وبيدرو محل تشافي، وهي كانت التغييرات اللي أعلن عنها ديل بوسكي على التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا، ومع ذلك لم تنعكس على الأداء بأي حال من الأحوال، لولا أن المنتخب تشيلي ليس بالقوة التي ظهرت عليها الطواحين لشهدة المباراة خماسية أخرى. بدوره كان عم يقترب منتخب هولندا من التأهل لدور 16 من المونديال بعد فوز صعب على نظيره الأسترالي بثلاث أهداف مقابل هدفين بمباراة على استاد خوسي بينيريو بيرودا في مدينة بورتو أليجري بعد مباراة ممتعة ومثيرة شهدت العديد من التقلبات. تقدم أرين روبن بهدف أول لهولندا في الدقيقة 20 من مجهود فردي من منتصف الملعب بعد ما انطلق بالكرة وسددها قوية قبل ما يدرك تيم كاهيل التعادل بالدقيقة 21 بهدف رائع. وتقدم جيدناك لأستراليا من ركلة جزاء بالدقيقة 54 وأدرك فان بيرسي التعادل من تسديدة قوية بالدقيقة 58. ديباي اختتم ثلاثية هولندا بتسديدة من مسافة 30 ياردة خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك الأسترالية بالدقيقة 68. من جهة تانية والمباراة صارت الساعة 1 فجرا بتوقيت بيروت، 1 فجر اليوم طبعا بتوقيت بيروت، نصب المنتخب الكرواتي السيرك وتلعب بمنتخب الكاميرون واكتسحوا برباعية نظيفة في اللقاء يلي جرى بملعب أرينا دي أمازونيا بالجولة الثانية. تقدم إيفيكا أوليش لكرواتيا بدقيقة 11 وكان عم يضيف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني بدقيقة 48، أما الهدف الثالث بدقيقة 61 إجا عن طريق ماريو ماندزوكيتش يلي عاد وأضاف رابع الأهداف بدقيقة 73 ليجمع أول ثلاث نقاط له بالبطولة ليصبح ثالث المجموعة خلف البرازيل والمكسيك، علما أنه كرواتيا كانت خسرت بالمباراة الأولى أمام المنتخب البرازيلي. المنتخب الكاميروني اللي لعب منذ دقيقة 40 منقوص من ألكسندر سونغ بعد طرده رسميا أصبح خارج المونديال بدون أي نقاط، وتبقى مباراته مع البرازيل هي مجرد تحصيل حاصل بالنسبة لإله. هذا كل شيء بالرياضة، شكرا طبعا لكم وعودة إلى منير. شكرا عباس. الآن تذكير بعناوين النشرة. عدم التوافق على سلسلة متوازنة يطيح بالجلسة النيابية، وبري يبقي الجلسات التشريعية مفتوحة. البيان الختامي لأعمال السينودوس في بكركي يؤكد أن شغور موقع الرئاسة يشكل خطرا على وحدة لبنان وأمنه.
كر وفر في بيجي وتلعفر شمال العراق، والفيصل ينصح المالكي بأن لا يعادي السعودية. في الاقتصاد، سلامي يدعو الحكومة إلى تخصيص بورصة بيروت. وفي الرياضة، إسبانيا خارج المونديال في أولى المفاجآت الكبرى. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله. هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصبح في مراكزكم.